زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه جديدة. أمينة حيدر مواطنة مغربية، سمحوا لي نقولها بمنتهى الألم، تكرفصت علينا هي وعدد من المرافقين ديالها، وتكرفصت على التراب المغربي، وتكرفصت على بعض رجال ديال السلطة المغربية. وهذا هو اللي ضرنا بزاف، هو أنها بالصوت وبالصورة كتكرفص على السلطات المغربية دون أن يطالها القانون. ولا نخفيكم سرا بأننا كنهضر معكم دابا وحنا مجروحين من داخل وكنحسوا بالحقرة. وسبق لنا في حلقات أخرى قلنا أسوأ أشكال يعني ديال العذاب في أي بلاد ليس فقط أن الإنسان ما توصلوش ترى ود بلاده، ولا ما يتمتعش بحقه في التنقل، ولا ما يتمتعش بحقه في التطبيب، ولا حقه في التعليم. لأن يمكن الإنسان على مضض وفي ظروف ما استثنائية يقدر يهضم هذه العملية نظرا لظروف كتمر منها البلاد أو أزمة أو، ولكن ليه ما كيستصغوش بنادم؟ وليه ما كنفهموش حنا في هذه البلاد علاش كنتحقروا في بلادنا؟ علاش واحد المواطن مغربي بحالي بحاله كيتكرفس على القانون وكيتكرفس على السلطة وكيتكرفس على القواعد القانونية وتقف السلطات مشلولة رغم كل ما يمتع بها القانون والمشرع من صلاحيات؟ واحد المواطن مسكين مش غير يقول عباد الله راه الجلبة ما بغيتهاش، راه التلقيح ما بغيتوش، وكيعبر بطريقة حضارية، ما كيزبل، ما كيسب، ما كيشهر، ما كيعترض السلطات عمومية، ما كيعطل نظام عام، ما كيعطل نظام إداري ولا اقتصادي ولا سياسي بمنتهى الحضارة. استنفار والكاسكات ودوك اللي يدرقوا وكتهز بنادم وشانقوا، وتشوف انت مشهد ديال البنت مسكينة كيفاش مهزوزة. وشوف مشهد اخر ديال البنت كيفاش مدايره نوج بنات لداخل مساكن. ما عندهم لا سلاح، ما كيشهروا، يعني واحد الشعور تحس يعني ناس جاو يعبروا على رأي ما في بحق من حقهم تيكفلوا لهم الدستور والقانون غير رأي. وهذا معروف في الدول، اي دوله السلطه تاخذ قرار الناس كتعبر، وكيتم معاهم استنفار. وتجي واحد السيده معها عباد الله ديالها ودير قافله غير مرخص لها، وانا غنوريكم، وكتعترض الطريق العام، وكتعطل مصالح الناس، وكتهدد السلامه ديال الناس، وكتمس رموز ديال البلاد، كتهين الرموز من جملتها التراب اللي هو رمزنا، و يعني كتهدد وجنايه، وكتورط بما يعرف بجرائم الخطر، ولا يطالها القانون، بل ان رجال السلطه. وهذا واحد المشهد غنوري لكم مؤلم ومؤلم بزاف، كيفاش رجل ديال السلطه والشرطي يعني كيحل مشكل صنعوه هاد الناس هادو. هنا وجه الاساءه، وهنا وجه الظلم، وهنا وجه ديال الحقره. قبل ما نوقفوا عند هذا الشريط الفيديو المرعب والمؤلم، لابد المغاربه ما نوضحوا واحد النقطة مهمة. هناك فرق بين المواطنة والوطنية. الوطنية هي مشاعر ديال كل شخص، يمكن لك تكون مغربي، يمكن لك ما تكونش مغربي. احنا من موقعنا كصحفيين كندعو الناس كاملين يكونوا وطنيين ويكونوا مغاربة، ولكن لا نملك السلطة لإكراههم على أنهم يكونوا مغاربة، ولا نملك شي حاجة نشقوا الصدور الناس باش نعرفوا هذا مغربي هذا ماشي مغربي. يمكن لك تعرف مشاعر بنادم، يقدر يقول لك أنا مغربي وهو يخفي خيانة، ويقدر يكون العكس. ولهذا هذا الجانب كيبقى ماشي مشكل مواطنة ما. ولكن الوطني، ولكن المواطنة ماشي هي الوطنية. المواطنة حقوق وواجبات، حقوق والتزامات. انت من اطار المواطنة، انت مواطن مغربي ولا مواطن، حقك في الشغل، حقك في التنقل، حقك في التعلم، حقك في التطبيب، هذه حقوق على السلطة المغربية، حقوق واجب يعني. ولكن في نفس الوقت انت ذاك المواطن اللي كطالب حقوق راح عندك التزامات تجاه الوطن، من قبل خصك تأدي الضرائب، خصك مثلا دعاتك الدولة مثلا تواجه وتجاهد في سبيل بلادك،
خاصك مثلا عندك واجبات تجاه القواعد القانونيه، واجبات تجاه ممتلكات الغير، واجبات مثلا تجاه الاحكام القضائيه تنفذها وتمتثل الاوامر السلطه، هذه كتسمى يعني التزامات وواجبات. ولا يحق لشخص ان يعارض وان لا يمتثل للسلطات او ان يخرق القواعد القانونيه تحت اي ظرف وتحت اي ظرف او اي مسوغ او اي سياق كما بغى يكون طبيعي ديالو. وأسوأ شيء باش ندخل لواحد النص قانوني هو ان المواطن المغربي يكون كيعيش بلاده ويشوف بان السلطه كدير تمييز ما بيناتهم. والتمييز في التشريع المغربي هو جريمه. الى مشينا مثلا الفصل يعني اعتقد 431 غيبان لكم بان الجريمه ديال التمييز نص عليها تكون تمييزا. هالمشرع المغربي اش كيهضر على جريمه التمييز؟ ان السلطه ما خصهاش تمييز بين الناس. تكون تمييزا كل تفرقه بين الاشخاص الطبيعيين بسبب الاصل الوطني. مثلا السلطه غتعامل مع واحد يماني ماشي بحال واحد غابوني بحكم ان غابون عندنا علاقه مزيانه فيدير ما بغى في القانون، وحيت مثلا السعوديه ما عندناش معها. كنعطيكم امثله غنكونوا صارمين معاهم. او الاصل الاجتماعي، يعني الاصل من جهه اجتماعيا من شي عائله ولا ماشي كذا، الاصل الاجتماعي او لا مثلا المناطق حق هذا ريفي لا هذا دكاري لا هكذا، او اللون هذا ابيض يدير ما بغى هذا اسود ما يديرش، او الجنس هذه امراه هذه راجل مثلا، او الوضعيه العائليه هذا ولد عائله فلان بن فلان بن فلان فاسي ولا قنيطري ولا ما كيهمش، او الوضعيه العائليه او الحاله الصحيه مسكين هذا ذوي الاحتياجات الخاصه هذا صحيح، او الراي السياسي حق هذا جمهوري هذا ماشي جمهوري هذا يساري لا هذا غنتعامل مع مزيان هذا مع الحركه الاسلاميه لا هذا مع الليبراليه ما نطبقوش مع القانون. اذا ما كاينش هذا الشيء، خص القانون يطبق على كلش. او انتماء النقابي او سبب الانتماء او عدم الانتماء. اذا نلاحظ بان المشرع المغربي جرم التمييز وانه خصنا نتعاطاو مع الناس سواسيه وفي اطار القانون. وما يؤكد هذا هو الفصل السادس من الدستور، يقول القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. هذا القانون ديال المغاربة، القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، ملي تنقولوا الجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطة العمية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. جميع متساوون أمام القانون، جميع ديال البشر. إذا ها هو الدستور المغربي يؤكد على أن لا شخص فوق القانون. ودائما كنا كنسمعوا في المرافعات خصوصا في المحاكمات السياسيه كباقي كتزنزن اللي فودني هنا، كيكون الوكيل العام تيهضر تيقول لك ما كاينش شي واحد فوق القانون، جميع الناس فوق القانون، حنا كل شيء هنا كنطبقوا القانون، لا سيدي لا احد فوق القانون. وكنلقى بعض المقالات الصحفيه ومال فلان فوق القانون ومال ذاك الحقوقيين فوق القانون وباغي نديروا العشيره ديال الحقوقيين. ايتها العشيره، ما العشيره؟ كتعقلوا اكيد تذكروا هذا النقاش كانوا كيديروه بعض الناس، بعض المحاميات وبعض المحامون كيخرجوا ما كاينش شي واحد فوق القانون، وعلاش هذاك فلان معطي مونجي فوق القانون، وعلاش هذاك بوعشرين فوق القانون، ومال بوعشرين واش فوق القانون. راه كاين واحد الصوت ديال واحد المحامي مبحاح ما بغيتش نجبدوا لانه كنتذكروا دابا، انا الدوله هاي ما كاينش شي واحد فوق الدوله، هذه الدوله عندها السيده كل شيء خصو يطبق القانون، وسط المغرب طبق لك القانون، القانون يسمو فوق الجميع. دائما هذه المرافعات كنبقى نشوف دابا كنتذكرها كما كنتذكر دابا بألم واحد الحقوقي ترزف عمره 4 سنين من عمره على جمله لمحمد المديمي، وتحيه ليه وتحيه للوالده ديالو مسكينه اللي ترزات فيه، مغربي يا عباد الله، دار واحد التقرير في واحد الجمله قالك انا ما عندي الصله بها، والله ما شفعوا له ولا هادشي كيوقع القانون كيطبق هيبه القانون والجمله الوحده الترابيه. وعاد تلقى دابا المرافعات سيد الرئيس هذه الوحده الترابيه وحيث ان الوحده الترابيه لا حتى كتولي مقدسه في بعض المحطات وبعض ماشي مسكين شي وعيد قانون وحيث ان القانون اللي كيتعلق بالدريويش مسكين. البارح مشيت جهه سيدي قاسم وجهه الخنيشات والله العظيم دابا تجيني البكيه الا قلت لكم داك الشيء سمعت من عند بعض الاشخاص على واحد الجهاز في هذه البلاد كنحتارموه وديما كنجبدوا بالخير. يعني الناس مساكن دراواش كيمشيو بالليل غادي يتسوق مسكين بنادم كيفاش كي ما بغيتش نسمي علاش؟ لانه هذا كندخلونا في اطار يعني غير بحال النصح ولا واحد الدعوه انسانيه الناس المسؤولين ديري بداو يشوفوا هذوك لي باراجات الليل سيرتو دوك اللي كيكونوا غادي يتسوقوا بالليل كيفاش كتجرى الامور. تسمع بنادم مسكين كتلقاه متفتف ولا غادي يدبر شي 50 درهم مسكين كيفاش كيدخل السوق وكيفاش كيوقف له في الطريق وكيفاش وبعض وخصوصا واحد الاشكال تطرح من بعد كورونا بعض البراجات اللي كيكونوا جابتهم اوضاع ديال كورونا وخا ما كيشوف بالليل
ما بغيتش ندخل بعض التفاصيل لانه بالاشاره يفهموا دي واحد المناشده للمسؤولين. حنا كنقلبوا على الاصلاح. بعض الناس مساكن كيتالموا كيتعزلوا كيتحقروا. بنادم مسكين 400 درهم يبقى يفافي عليها ولا 1000 فرنك. يعني ملي كتشوف بحال دابا داك محمد المديني مسكين 4 سنين ديال الحبس ترزا في عمره على جمله ورفض. قال لك انا ما افترضوا كاع، قال لك انا ما عندي بها علاقه، انا مغربي وعاش المغرب وعاش الصحراء وعاش 24 شهر 48 شهر قانون. هذاك العربي في ميريكان قال رايي في ميريكان، رايي في في, في 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 اليوتيوب. وهاد السيده هادي جايه جايبه قافله معها، ما عندهاش ترخيص، مسيره غير مرسخ مرخص لها. وقفها البوليس في ارض مغربيه، ومغربيه هي. قبل ما نناقش هذه الفكره لابد ما نوضح واحد النقطه. هاد امينه حيدر مواطنه مغربيه، مواطنه مغربيه خدات البكالوريا في المغرب. هذا المغرب هذا اللي عنده قراته وعات، دات شهاده البكالوريا هنا وبت واحد القبيله كتسمى ازرقيين. هاد القبيله فين كتوجد؟ المغاربه في الطرفايا، يعني مغربيه وبوها مغربي ومغربيه وعندها باسبور مغربي. ويمكن لكم تسمعوا الشهاده ديال هذا العسكري اللي دوز 24 عام. امينه حيدر مغربيه، امينه حيدر من قبيله ازرقيين، امينه حيدر زادت في طرفايا، ما عندها حتى علاقه مع بين قوسين الصحراء الغربيه الا بغات تسميها هي. وماشي غير هذا العسكري، سمعوا الشهاده، هذا زعيم القبيله ديال ازرقيين، ها هو الشيخ القبيله اش كيقول عليها؟ امينه حيدر فعلا عنها هي مغربيه وعنها من قبيله ازرقيين. إذن هذه مغربية، عندها باسبور مغربي، ومغربية بحالي بحالها مغربية. واش شغل شي واحد في العالم إلا شي مغربي ولا واحد خالف القانون فوق بلادي شنو نقول له؟ نقول له حق راه هذاك موضوع محطوط في الأمم المتحدة والسياسة والجزائر، مغربي ما تخالفش القواعد القانونية، سيادة البلاد هذه. سلطان القانون، سيادة القانون. شكون هاد بايدن ولا ألمانيا ولا إسبانيا تهضر؟ هذه مواطنة ديالي. أنا هو السلطة المغربية. هاد السيدة هادي خالفت القانون فوق أرض مغربية، وأنا السلطة العامة، وعندي تفويض شعبي. شكون هي؟ يهضر بالسبانيوني ولا يهضر شكون ما بغى؟ وماشي في الرأي. وهذه نقطة مهمة المغاربة. راه ما كنهضروش في الرأي، تقول لك حق حرية التعبير، أوروبا، حق التجربة ديال تقرير المصير والاستفتاء، هذاك صراع سياسي. لا، هذه أفعال جنائية لا علاقة لها بحرية التعبير ولا حرية الرأي. جريمة. وهنا غنوقف عند واحد الخطا نفضحها باش الناس يفهموا. تقرير المصير اللي هو مطلب ديال الانفصاليين في الباسك في اسبانيا، مقارنه مع اسكتلندا مع ايرلندا مع ما وقع في كندا. هنا واحد الخيط خصو يتميز. اسبانيا علاش تمت الملاحقه القضائيه ديال دوك عباد الله؟ لانهم مشاو اجراوا الاستفتاء تما في الباسك بدون اتفاق مع السلطه المركزيه. هنا خالفوا قاعده قانون، مجرمين قضائيا. علاش المجتمع الدولي ما لانهم مجرمين؟ علاش على مستوى مشاو اجرؤوا؟ ما معنى مجرمين؟ بعلاقه بقواعد القانون الوطني ديال اسبانيا. ولكن في اسكتلندا لا، وقع الاتفاق. وقع الاتفاق في 2014، ما نجحش ماشي مشكل، ولكن كاين اتفاق ما بين السلطه المركزيه والسلطه الجهويه. كيما وقع في كندا ملي المشكل الفرنسي والانجليزي، وقع اتفاق في 93، كيما وقع عاوتاني في الاتفاق في 2019 في ايرلندا الجنوبيه. دونك كيكون اتفاق، بينما في اسبانيا ما وقعش اتفاق. اذا ملي كتكون قواعد قانونيه ما خصكش تخرقها. اذا كان اتفاق ما كاينش. اليوم عندنا قانون مغربي، اش كيقولنا القانون المغربي؟ بغيتي دير مسيره خصك ترخيص. واش هاد السيده عندها مسيره عندها ترخيص؟ شحال من الناس المسيره تفرشخوا في المغرب وكلوا العصا. مسيره غير مرخص لها، الدعوه للمشاركه بحال حنا تابعنا في حسيمه، الدعوه الى مشاركه تبليغ تحريض على ارتكاب جنايه وجنحه. ملي كنا كنتحاكموا فين هي الجنحه وفين هي الجنايه؟ فين هو التحريض؟ ولينا التحريض وفين هو؟ لا علاقه. تحس بالحقره، واخا كتبغي تكون زوين، واخا تبغي راه احنا بشر. دابا انا لاحظتونا دابا لا دوز ديال علاش ما كتحس بالحقره؟ علاش كنتحقر في بلادي؟ علاش؟ علاش كنتحقروا في بلادنا؟ علاش هاد الناس اللي صهرنا على القانون ما كيخليوش؟ علاش علاش كيسيئوا للبلاد بهذه الطريقه من التعامل؟ كيفاش بنادم غيبقى يكون؟ علاش صحه يعني غادا بمسيره كيوقفها البوليسي؟ السلام السلام العمل. لا شنو قالت له؟ شنو قالت له؟ يا المغربي ويا المغربيه ورخيو ودنكم مزيان وتسمعوا من عند المغربيه اش كتقول رجل سلطه عامه.
قالت له معاك فلان كذا الجمعية مناهضة الاحتلال المغربي. مجموعة مدافعين عن حقوق الإنسان أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. نمشيو للفصل 267 5 من القانون الجنائي نشوفوا واش كيقول هاد السيده اللي كتقول له مناهضة الاحتلال المغربي. الفصل 267 5 يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى سنتين وبغرامه من 20,000 الى 200,000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من اساء الى الدين الاسلامي او النظام الملكي او حرض ضد الوحده الترابيه للمملكه المغربيه. دابا هادي ملي كتقول له الاحتلال المغربي للشرطه وهي مغربيه قدامه كتحرض على الوحده الترابيه. وفقرة الثانية كتقول لك ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين حتى لخمس سنوات إلى خمس ومن 50,000 درهم إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلانية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية والبصرية. هما بالتليفون ومصورين فيديو اوكي هدوا الوحدة الترابية هم عندهم العقوبة من سنتين الى خمس سنوات. اذا ها هي الجريمة واضحة للعيان. بل ان هذه السيدة سبق لها حرضت على يعني حمل السلاح ضد المغرب جناية. هنشوفوا التحريض كيقول حمل السلاح. الفصل 186 تيقول لك التحريض على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليه الفصل 181. شنو الفصل 181 تيقول لك يؤاخذ بجنايه الخيانه ويعاقب بالاعدام كل مغربي يرتكب في وقت السلم احد افعال الحرب او السلم احد الافعال التاليه. حمل السلاح ضد المغرب، اي واحد هز السلاح ضد المغرب في وقت الحرب او السلم جنايه كيتحاكم بالاعدام. وكيجي الفصل 186 تيقول التحريض على ارتكاب هذه الجنايه كيتعاقب بنفس العقوبة ديال ذاك الفصل الإعدام. حرضت على السلاح حمل السلاح وكتسالى في المغرب. هاد السيدة خصني نعاودها بواحد الطريقة. واحد السيدة عندنا واحد النص قانوني تيقول لك إلا درتي هذا الفعل الإعدام. وعندنا واحد السيدة دارت ذاك الفعل وكتسالى ومغربية وعندها باسبور. واش فوق واش هاد السيدة فوقنا؟ واش عندها قوة أكثر منا؟ كيفاش واحد السيد كيحرض على حمل السلاح؟ تيحرض على حمل، هذا ماشي الرأي، حرية الانفصال، هذاك رأي، بغيت نعيش مع المغرب، بغيت نستقل، ما كاين باس، واخا انت مغربية، ما كاين، لا، انتقلنا الأفعال الجنائية، التحريض على حمل السلاح. الفعل اللي كاين دابا في الفيديو، تصوروا عباد الله البوليسي يقول الله يرضي عليك، تيهضر معاه بالأدب، سمع واش كيقول، تيقول الله يرضي عليك، تيهضر معاه بالأدب، شنو قال لها؟ قال لها وقفي غير وقفة قانونية. أنا ماني مزير حد، أنتم اللي موقفيننا. قال له وقف بحال القانون، ملي كنكونوا سايقين الطوموبيلات ديالنا، ملي كيوقفوا البوليس كي دير لنا البوليس ولا الجندر؟ روم يعني الكودرون ولا الطريق باش تخلي الطوموبيلات يدوزوا، تيكونوا ثلاثة البوليس أو ثلاثة الجندر، واحد كيدير معاك الإجراءات والآخر كيبقى ينظم المرور. هذه ما بغاش تحيد له من الطريق، العصيان. وقفة قانونية، أنت كون جيت وقف هذا اللي عندك أنت هو اللي ما هو قانوني وجودك كاع هو ما هو قانوني أصلاً. جريمة العصيان. كتعصر اوامر ديال السلطه ولا تمتثل للشخص اللي كينفذ القانون ما بغاش تسمع له وبقات مبروكيه الطريق. هنا شحال من جريمه المغاربه؟ العصيان، اهانه ديال السلطات العموميه. شحال من نص هنا نبدا معكم من المنفصل. اهانه، العصيان، تهديد سلامه اللي جايين. راه يبان لكم واحد السياره ديال المستخدمين النقل كيفاش معذبين. والمشهد اللي مؤلم بزاف واللي بكاني في هذا الفيديو، بوليسي مين ما بغوش يحيدوه من الطريق، كاميو ما قداتوش الطريق ولا كيدفع هو كيصاوب الطريق. شوفوا هذا المشهد المخجل. فوق بلادنا، في بلادنا، في بلادنا، في دول اخرى يوقع هذا المشهد، هذا التسامح. البوليسي كيدفع ديك العمليه، كيدفعها واحد يعني الماده ولا واحد اللي كيكونوا حاطين في الطريق، هو كيدفعها باش الكاميو يدوز. شوفوا هذا المشهد، هو كيدفع شوفوا باش الكاميو يدوز، باش تبقى امينته مغربيه وخوتها على خاطرهم.
ومن يكتب واحد التدوين عبد الحبس. وابو النعيم مسكين قال راي عبد الحبس مات مقهور، وديك المره مسكينه قالت كولا عبد الحبس، والمديمي 4 سنين الحبس، ونشطاء الريف قالوا مستشفى مدرسه كذا 20 عام، ومكالمات مجهوله ودبابات وتدوين 3 سنين الحبس. وهذه شكون هي زعما في ملك الله؟ فوق ارض مغربيه دخلت عندنا العيون، في العيون تمشي. حنا ضد ديرها سيدي في وهران، نقولوا ديرها في، نقولوا راه عندها محميه ما يد السلطه المغربيه ما وصلتهاش، وهذه قدامنا قدامنا بوليسي بقى يدفع العصيان قطعت الطريق. واش هذا رأي؟ هذا راه ولات قاطعة الطريق العمومية، ولات كتهدد السلامة اللي جايين وراها. هذا مابقاش حرية التعبير وحرية الرأي، قطعت الطريق وتبعها البوليس من بعد الطروبيلات، وكيقولوا له رجعوا اللور وسدوا تجمعوا وما تخليوش الطروبيلات تدخلوا، ما تخليوش البوليس يدخل وسطكم. يعني كيتحكموا حتى في الخريطة ديال البوليس وحتى فين غيتموقع البوليس. تضايقوا قول لهم تضايقوا يتضايقوا، راه يخلوا منين يدخل. واتاتي تضايقوا واتاتي تضايقوا. أكثر من هذا، وسط الفيديو تهديد بالعنف، الوطن والشهادة. كل الوطن والشهادة. كل الوطن والشهادة. كل الوطن والشهادة. كيهدوا بارتكاب العنف بالاستشهاد. هذه جناية. إلا مشينا إلا مشينا الفصل نشوفوا حنا هذه نشوفوا الصفحة، ها هو المادة. في جريمة العصيان كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظف أو ممثل السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة عن تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء يعتبر عصيانا. وكيجي الفقرة المشرع تحت كيقول لك التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه. التهديد بالعنف يعتبر مماثل للعنف نفسه. ملي كتقول الشهادة، كيفاش الشهادة؟ استشهد علينا، هذا ماشي تهديد بالعنف؟ هادي ماشي جناية؟ شنو هو شكل الشهادة؟ كيفاش غيديروا لها؟ هادي ماشي جناية؟ هادي ماشي الخيانة العظمى؟ كيفاش هاد الساس كيهدوا بالشهادة وكيبلوكيو الطريق؟ والبوليسي مسكين كيهضر معاهم إيد بوزويون. وعلاش هاد الطيبوبة ديال هاد البوليس ولا هاد الشرطة هادي مع دوك اللي كيديروا وقفة قدام برلمان؟ علاش ما كنشوفوش بحالها؟ شكون هي هاد السيدة؟ شكون هي؟ شكون هاد الدولة اللي تقبل سيادتها وقانونها يداس عليه بهذيك الطريقه المخجله؟ وحنا كمغاربه نقبلوا هذا الشيء؟ نشوفوا حنا الناس مجدودين في الحبس ب 20 عام على راي تشدد، يبقاو بنادم في الحبس 4 سنين ديال الحبس ديال السي المديمي، 15 عام ب 20، وحيث ان القانون وما ان القانون والتصريحات والفيديوهات والندوات الصحفيه سيد الوكيل العام وجمعوا الميكروفونات، وكان هذه الجريمه ديالو هذه السيده تقول عطى اسرار ديال الجيش عطاها لشي جزائر. وهذا الاستنفار علاش ما كاينش دابا؟ وهذوك الحقوقيات والجمعيات الحقوقيه المناهضات كذا علاش ما كيهضروش دابا على هذا المشهد؟ علاش ما ديروش فيديو غسيل الاموال غسيل الاموال؟ علاش دابا هاد السيده تكرفص علينا بهذه الطريقه وتحقرنا في بلادنا في العيون المغربيه؟ علاش كنتحقروا؟ علاش؟ وعلاش علاش الناس كتضرب 20 عام ديال الحبس و10 سنين وتدوينه ووقفه مساكن؟ علاش؟ حنا هذا هو الشق اللي كيهمنا، لماذا لا نساوى امام القانون؟ علاش المغاربه ماشي سواسيه امام القانون؟ علاش من تيكون مسكين محقور وكذا كيطبق اي قانون؟ وهذه شنو زعما؟ اش بغات تكون كاع هي وجزائرها ولا جنرالاتها ولا الامم المتحده؟ شكون اللي غيقول بان النظام المغربي اللي خرج دابا دافعنا على سيادتنا قدام هذه السيده؟ شنو زعما؟ تقطعي الطريق، شكون انت تقطعي الطريق؟ انا رجل شرطه بوليسي نقول لك تفضلي لا غنوقف هنا. بقيناش دابا قدام وسط الصحراء مغربيه ولا ماشي مغربيه، لا ولينا امام غنوقف هنا. وبقى البوليسي والتليفونات خدامين. هاد الممارسه هذه اللي استفزت بها رجال الشرطه وحقرت البوليس المغربي وبالتالي حقرتنا فوق ارض مغربيه في العيون المغربيه. شكون اللي كبل لي السلطه هنا؟ شنو زعما هاد كيفاش؟ واش دهاء هذا؟ واش مورو؟ هذا القانون، هذا القانون خصو يطبق. هذه السيده ولات كتقطع لنا الطريق. وشنو كتقول لك في عبارات اخرى؟ كتقول لهم يا صحراوه رسالة الصحراويين اجيو ها هو الشكل داز مزيان. نريد ان نوجه رسالة اولا للجماهير الصحراوية على انه راهو كل شيء ممكن، وممكن على انه يعني خلق الحدث في اي وقت، ويمكن تحدي الاحتلال بكل تشكيلاته، وممكن على انه تعدل الملاحم يعني على شاكلة الملحمة الاسطورية للرفيقة سلطانة خيال. و
ايضا رسالتنا للمحتل المغربي، رانا نوجه له هذه الرساله على انه لن يثنينا القمع ولا الاستهداف، ورغم المحاصره والحصار واللي كان يعني المراقبه اللصيقه المشدده على اعضاء المكتب التنفيذي، رانا استطعنا يعني القيام بهذه الخطوه. وقلت لك مازال غنديروا شي تحدي السلطه، كتحدى السلطه المغربيه، قلت لك مازال غنديروا تحدي اخر. هذا يحسبوا له حساب، والقادم ان شاء الله لنا موعد اخر في خطوه نضاليه قادمه باذن الله تعالى اكثر تحدي. ايوا غدا يديروا لنا عاوتاني كدي ميزيك اخرى. اذا هادو ملي داروا هكا غدا غينتقلوا واحده اخرى، ما لقاوش الصرامه. غدا غنشوفوا كدي ميزيك. غدا الله يحفظ الله يكتب السلامه عاوتاني نشوفوا شي بوليس ديالنا مقتولين، والمخازنيه وليداتنا مساكن باقا ما عرف منين جايبينهم مساكن جداد، ونخليو العائلات مكلومه، ونجيو عاوتاني نجيبوا مسل هنايا ونجيبوا الرايات ونجيبوا كذا. وهي هادي. واش هذا ماشي تساهل؟ وماش ماشي من حقنا نقولوا المسؤولين المغاربه دابا كنحترموكم تنقدروكم كتضربوا تماره معاكم نموتوا معاكم احنا معاكم معاكم، ولكن ملي نشوفوكم كتكرفسوا كتستعملوا القانون ضد الدراويش صحفي ولا حقوقي ولا ابو حسين ولا الريسوني ولا كذا ولا هذه الاريافه، قانون المديمي قانون القانون. وهذه تقطع الطريق البوليس يقول لها تفضلي لا لا نوقف انا شنو انا شكون هي؟ اش بغات تكون زعما شنو قوتها؟ بغيت نفهم انا شنو قوتها؟ اش بغات تكون كاع؟ شكون هاد السيده كاع؟ مالها؟ شكون اللي غيوقف معاها؟ الفيديو شادها، الفيديو شادها على ديك قطعه الطريق ما بغاش تمتثل. انت مع الصحراء المغربيه وحقك لالا، مشيو معاها في التحليل كاع، مرحبا لالا تجي للمحكمه. اش كتقولي الصحراء المغربيه؟ اسيدي هذاك رايك ما كاين باس، ولكن حنا كنناقشوك فعل واحد، قال لك البوليسي حيدي من الشانطي وبقيتي واقفه في الشانطي. عدم امتثال للسلطات. العصيان تهديد سلامة المارة راه تقطع الطريق تما طريق عمومية ولا ولينا أمن شكون اللي غيوقف معاها؟ نوثقوا لها هذاك الفيديو سمحي لنا الشريفة وليتي تقطعي لنا الطريق أنت هي وليتي تقطعي الطريق سيري الندوة سيري الفيديو سيري القاعة طلبي قاعة سينمائية طلبي قاعة مسرح ديري ندوة فكري قولي أنا أريد الصحراء المغربية هذاك الشيء نناقشوك فيه ولكن وليتي كتقطعي الطريق والسلطة كتفرج والله يهديك والله يجزيك بخير وهذا الله يهديك قولوا للملقحين هنا في البرلمان مساكن والاطر العليا والمعطلين وهاد الدراويش والاساتذه المتعاقدين. ديك المره كنشوف فيديو العين الحمراء في كازا العين الحمراء دخلوا بكل قوه وصرامه وما يسمى بالعين الحمراء خص تكون العين الحمراء انتم راه عندكم دعم تكون وهاد العين الحمراء اللي كيقول هاد الوالي الامن ديال الدار البيضاء مع كل التقدير ليه واسمح لي علاش هاد العين الحمراء ما تكونش مع هاد الجماعه هادي ياك مغربيه هاد السيده واش ماشي مغربيه؟ كون دابا واش هادشي ما كيضعفش ثقة الناس دابا في المؤسسات وثقة الناس في السلطة واحترام الناس للسلطة ملي غيشوفوا الناس السلطة كتمارس مع هذا القانون وهذا لا واش هذا ما كيزعزعش ثقة الناس في السلطات المغربية؟ واش ما كيضعفش يعني الشعور الوطني؟ واش كتعرفوا التبعات ديال شحال خطير؟ تجي السيدة تبقى تمترس عليا وفين هو ذاك البلاغ للنيابة العامة تفتحوا معنا مع أمينة حيدر عقلت واحد المرة سمعنا النيابة العامة فتحت واحد شي بحث قضائي مع هذه شي عام ولا شحال فين هو؟ البحث شو بغات تكون كاع هاد السيده وشكون اللي كيعاضدها كاع في العالم شو بغات تكون بحال جميع المغربيات والمغاربه كنحتارموها بحال المغربيات خوتنا ولكن تخالف القانون لا علاش تخالف القانون شكون هي شكون هي تعبر على رايها ما كاين باس يضربها شي واحد مغربي حنا نقولوا لا سيدي ما تضربهاش ولكن الى درجه كتضربنا دابا المغاربه والساده المسؤولين ما يمكنلاش تقطع الطريق دابا كتقطع الطريق دابا واقفه في الطانوبيل هكا وكتحدى الجهاز الامن قدامها والالم كما قلت لك ملي كان والالم كثر الاخوان ملي كنشوف كما كنتفكر ذاك المديمي مسكين 4 سنين ديال الحبس بدون شفقه ولا شفاعه قضيه وطنيه وراي عام يعني ما كاينش حتى ديك والحباسات عامرين هو التامك قال لك الحبس عامر وما كاينش حتى زعما دوك اللي جا اللي مسؤول على يكتبوا التقارير خليه يكمل الحبس واش الناس ملي يشوفوا هاد السيده كتكرفس على الوحده الترابيه وواحد اخر تنقولوا جمله واش من حقش الناس يقولوا على الشهاده المديمي على شي ملف على شي انه فرقع شي حاجه انتقام وهكا الناس كيبقاو يفسروا سلوك السلطه انه انتقام ما كاينش القانون ما كيلقاوش المساواه. شكرا لكم الزوار ديال الموقع والى اللقاء.